تعرض مسجد أثري في مدينة رشيد للتصدع وسقوط أجزاء منه، خاصة مئذنته التاريخية، بسبب محاصرة المياه الجوفية ما أضعف من بنيانه، الأمر الذي استدعى وزارة الآثار لرصد 100 مليون جنيه لترميمه، ولكن توقفت أعمال الترميم بشكل كامل لعدم وجود اعتمادات مالية كافية، ما يهدد بانهيار المسجد بشكل كامل. هذا ويطالب أهالي مدينة رشيد بتكاتف الجهود من أجل إنقاذ المسجد من الانهيار وسرعة ترميمه.